يا ترى ايه احسن مكان في مصر تفصل فيه عن الدنيا كلها؟ مصر مش بس اهرامات، مصر فيها اماكن كتير ما نعرفش عنها حاجة، منهم الواحات البحرية. اهلا بيكم في الواحات البحرية اللي مليانة باسرار كتير مش معروفة، زي مثلا مشهورة بالزراعة، انها واحدة من اكبر المحافظات المصرية انتاجا للتمور، لان فيها اكتر من 2 مليون نخلة، وفيها مئات العيون الكبريتية. وحاجة من الحاجات الحلوة جدا في الواحات البحرية هي عيون المياه الكبريتية، منها عيون مياه سخنة، مياه مولعة، وعيون مياه باردة. ومش بس كده، فيها كمان البحيرة المالحة. البحيرة دي يعتبر من الأماكن الطبيعية الجميلة جدا الموجودة في الواحات البحرية، كل الواحات والسياح بيجوا هنا، وهي من أحلى الأماكن اللي ممكن تشوف منها الغروب بسبب انعكاس أشعة الشمس على المية. وفيها قرية معزولة عن العالم، وهي قرية الحيز البدوية. هنا مفيش كهرباء، مفيش تكنولوجيا، مفيش خدمات كتير، ناس بسيطة جدا، معظم المباني من الطوب الني او من الطوب اللبن. بصوا ما شاء الله الجمال هنا عاملة ازاي، بصوا ادي شجرة ليمون. ومش بس اللي بيميز الواحات البحرية الخضار والطبيعة، لا ده كمان ممكن تطلع منها رحلة تخييم وسفاري، ولازم عشان نطلع الصحراء يكون معانا عربية دفع رباعي. وهنشوف في الرحلة دي اكتشافات غريبة وعجيبة. في المنطقة دي اكتشفوا تاني أكبر هيكل لديناصور في العالم، وهتشوف صحاري ولكنها الأغرب في العالم، زي الصحراء السوداء اللي موجود فيها جبل المرسوس اللي تكون بسبب النشاط البركاني في المكان ده من ملايين السنين، وكمان فيها جبل الإنجليز. المكان اللي احنا فيه ده اسمه جبل الإنجليز، بس يا ترى هو ليه اسمه كده؟ اسمه جبل الإنجليز علشان الإنجليز الحرب العالمية الثانية استخدموه كقلعة ومكان استطلاع لقوات الألمان اللي كانت جاية في حرب العالمين. والمباني دي اللي احنا شايفينها دلوقتي دي مباني برضو من نفس الوقت ده، اتبنت بواسطة الإنجليز اللي هم كانوا موجودين في الوقت ده. ومن الصحراء السوداء هنروح للصحراء البيضاء، مكان مش عادي، تحس ان احنا في كوكب المريخ. كان مميز جدا بالنسبة لجميع الصحاري في مصر وفي العالم كله. وهنزور فيها أماكن مختلفة. أول مكان هو جبل الكريستال، اللي ورايا ده جبل ولكنه مش جبل عادي، وهو يعتبر من أندر الجبال في العالم لأنه عبارة عن جبل كامل من خامات الكريستال المختلفة. وبعديها زرنا مكان ليه أكتر من اسم وحكاية. احنا دلوقتي موجودين في وادي العقبات، هي ليها اسمين، اسم عجبات واسم عقبات. اسم عقبات جاي من اسم عقبة، كانت عقبة جامدة للتجار اللي كانوا بيجيبوا البضاعة بالجمال، كانوا بيسافروا من ليبيا للقاهرة، فكان لازم بيمروا بالمنطقة دي، فهي المنطقة دي بالنسبة لهم كانت منطقة صعبة جدا على الجمال والمشي فيها يعني بالجمال في قلب الرملة. ومنطقة العجبات احنا مسمينها عجبات عشان خطر الجبال الجميلة العالية اللي فيها، يعتبر هي عروسة الصحراء البيضاء. وبعديها تعمقنا اكتر في الصحراء البيضاء لحد ما وصلنا للصحراء البيضاء الجديدة، او زي ما بيقول عليها كوكب المريخ، وده بسبب تكوينتها الصخرية العجيبة اللي مفيش زيها في أي صحراء في العالم. المكان ده مختلف لأنه بيتكون من صخور جيرية، كان عبارة عن قاع محيط من ملايين السنين، ودلوقتي أصبح صحراء زي ما احنا شايفين كده، صخور جيرية وكثبان رملية. ومش بس كده، الصخور ليها أشكال مميزة جدا، شبه الطيور وشبه الحيوانات وشبه أبو الهول ومشرومز وأشكال تانية كتير. يعني مثلا التمثال اللي ورايا ده على شكل مشروم، والتمثال التاني اللي جنبيه ده على شكل فرخة. والصحراء البيضاء من أكتر الأماكن المشهورة بالتخييم في مصر، عشان كده قررنا نخوض تجربة التخييم فيها. دلوقتي احنا بنشوي الفراخ أو بنحرقها، وبعديها أكلنا، ولو حظك حلو وانت بتخيم بصوا الثعلب بيعمل ايه، هتشوف ثعالب صغيره. خد العظمه يا غبي، شفتك هاخدها واجري مش هقول لك. والصحراء البيضاء من احسن الاماكن في مصر اللي تقدر تشوف منها النجوم. قولولي لو عجبتكم الرحله دي تحبوا تشوفوا ايه تاني في مصر. الرحله دي انا طلعتها مع جيمي، وجيمي يعتبر من اشطر الناس اللي بتطلع رحلات للصحراء البيضاء. صورت الصحراء البيضاء، ودي مش اول مره على فكره ومش هتكون اخر مره ان شاء الله. انا هسيب لكم الانستغرام بتاعه، لو حابين تطلعوا معاه كلموه.